ده كنت حضن شمال. متجوز انش حماده عرفي، وكانت بتديني 500 جنيه وحق الاوبر علشان اصور معاها، ونشرت الفيديو علشان بتغير من خطيبتي، وكنت بعمل فيديوهات علشان اتشهر وياخدوني امثل ويبقى معايا فلوس كتير، وكنت بدي الناس 40 جنيه علشان يصوروا معايا في التوك توك. اعترافات كروان مشاكل امام جهات التحقيق. اتوجه لكروان مشاكل اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ولكن كروان أنكر إن هو نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للكل من غير ما يميز، وقال إن ملوش أي علاقة بنشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن اللي نشر مقطع الفيديو ده هي سماح الشهيرة بإنجا حمادة، وهي اللي بعتت الفيديو لصاحب بطاطا علشان ينشره. وأكد كروان مشاكل قدام جهات التحقيق إن هو عمله علشان كان عايز يتشهر، ولما اتشهر أجيب فلوس علشان أعمل عملية في رجلي وأرجع أمشي كويس. وقال إن أول فيديو عملته ونزلته كنت بغني فيه أغنية وداع يا دنيا وداع مع واحدة جارتنا، والفيديو ده اتشهر وبقى ترند، وعملت كام فيديو كمان مع واحد اسمه عم توخي وكنا بنضرب فيها بعض بطريقة مضحكة، والفيديوهات اتشهرت وبقت ترند، وكنا طالعين في الترند بكلمة جريين برجر، واتعمل لي حظر بعد كده على الحساب علشان الفيديوهات كان فيها نار ودخان علشان كان توخي بيظهر فيها وهو بيطبخ. وأكد كروان مشاكل قدام جهات التحقيقات أنا عملت الحسابين اللي قلت عليهم، وابتديت أعمل فيديوهات مع ناس بتركب معايا التوك توك مقابل اني بديلهم 40 أو 50 جنيه علشان يصوروا معايا الفيديوهات ونزله علشان اتشهر وياخدوني في اي مسلسل ويبقى معايا فلوس. احنا كنا بنطلع بالفيديوهات دي نعمل اي حاجة تضحك الناس، سواء كلام يطلع ترند وانا اصلا طريقة كلامي لوحدها بتضحك، او حركات بنعملها. الفيديو اللي قدمه كروان مشاكل مع انجي حمادة كان بيتضمن عبارات وإيحاءات جنسية مسيئة، عبارات وإيحاءات جنسية مسيئة ومنافية للآداب العامة، وبتضمن التعدي على قيم وعادات المجتمع. ولكن التيك توكر كروان مشاكل أنكر ده، وأكد كروان مشاكل إن انجي حمادة لما نشرت الفيديو كانت علشان تضايق خطيبته، وإن هي عايزة يكون في خلافات بينهم، وقال إنه قام بتصوير المقطع مع المتهمة بغرض ان هما بيرقصوا وبيغنوا. وقال انا بقالي 5 سنين بنشر فيديوهات واغاني على حسابي الخاص على تيك توك، وعملت اكتر من حساب على مواقع التواصل الاجتماعي علشان عايزة اتشهر واجيب فلوس واعمل عملية في رجلي وارجع امشي كويس لاني بعاني من مرض فيها. وعن سؤاله عن طبيعته بعلاقته بالمتهمة سماح مصطفى عبد الفتاح، قال انا علاقتي بدأت معاها من حوالي 4 شهور، وكانت العلاقة بينا اني بظهر معاها في فيديوهات مقابل انها بتديني فلوس علشان الصفحة بتاعتي عليها متابعين كتير، وهي كانت عايزة تشتهر. وساعتها عملت حلقة معاها على رجلي اللي تعباني، وهي بعتتها لي على الواتساب وانا نشرتها عندي على التيك توك، وبعدين من شهر ابتدينا نعمل فيديوهات وننزلها على التيك توك، وده مقابل انها بتديني 500 جنيه في المرة، وهي بتدفع لي كمان تمن الاوبر. وفي مرة لما رحت لها البيت كتبنا ورقة عرفي علشان هي قالت لي اننا نبقى في الامان علشان لو الحكومة طبت. وعن سؤاله ان هل يوجد علاقة زوجية بينهم، قال ايوه انا كتبت معاها ورقة عرفي علشان قالت لي يبقى معانا ورقة علشان لو الحكومة طبت علينا نبقى في الامان. وقال انه اتجوزها يوم 1/10/2023، وده كان في بيت سماح، وقال ان انجي اللي هي سماح مصطفى كتبتها وانا مضيت انا وهي. كمان كشف كروان انه اخذ من مقطع الفيديو اللي نشرها عبر صفحته على التيك توك 50,000 جنيه، وان انجي احتالت عليه علشان تحقق الشهرة وزيادة المتابعين للظهور معاه في مقطع فيديو. وقال محامي كروان مشاكل ان عقد الجواز العرفي اللي ادعت انجي حمادة جوازها من موكله كروان مشاكل مزور وملهوش اي اساس من الصحة، ان مروان بيعاني من اضطراب عقلي وبيفقده الادراك، وطلب المحامي بتوقيع الكشف الطبي على كروان علشان يبين قواه العقلية، واتهم انجي حمادة باستغلال كروان مشاكل في مقطع الفيديو.
وقررت جهات التحقيق بعرض كروان مشاكل على الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدرات ليه وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وده لاتهامه في وقعة بث مقطع فيديو برفقة المذيعة المغمورة إنجي حمادة داخل المطبخ والتحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم المجتمع وتقاليده. واستمعت النيابة الأقوى لقروان مشاكل، وده بعد ما قرر أنه يستخبى في منزل خالته بنجا عرب بخواج التابع لقرية الشيخ زايد بمركز طهطة، وده قبل 3 أيام من القبض عليه لأنه كان خايف من ضبط في وقعة فيديو المطبخ اللي شاركت فيه الإعلامية المغمورة إنجي حمادة. وقال كروان مشاكل إنه بيشتغل سواق توك توك وإن هو مش متجوز من إنجي حمادة زي ما قالت. كمان هي طلبت منه تصوير مقطع الفيديو داخل المطبخ، وإن إنجي احتالت عليه علشان يصور مقطع الفيديو مقابل إنهم هيحصلوا على مبالغ مالية، وده من الأرباح اللي هتعملها زيادة المشاهدات. وكشفت التحريات الأمنية إن المتهم كروان مشاكل تم ضبطه بنطاق مديرية أمن سوهاج، وده لأنه كان مستخبي عند خالته في أحد الشقق السكنية بنطاق مركز طهطا، وتم ضبط سي دي معاه، والسي دي ده كان فيه فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وده مع إنجي حمادة. وشرحت التحريات الأمنية تفاصيل سقوط المتهم كروان مشاكل. وردت معلومات بتفيد باختفائه عند خالته البالغة من العمر 56 سنة في شقة سكنية بنجا عرب التابع لقرية الشيخ زين الدين بدائرة مركز طهطا في سوهاج، وخرجت مأمورية أمنية وتمكنت من ضبط المتهم كروان مشاكل بإشراف اللواء محمد عبد المنعم شرباس مدير أمن سوهاج، وبرئاسة العميد رأفت رشوان رئيس البحث الجنائي لقطاع الشمال من ضبط كروان مشاكل. وعثرت المأمورية الأمنية على المتهم وهو مختبئ في أحد غرف منزل خالته، وتم اقتياده إلى المديرية تمهيدا لترحيله إلى مديرية أمن القاهرة للتحقيق معاه. ووصلت جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات مع إنجي حمادة صاحبة فيديو المطبخ مع كروان مشاكل، وده اتهمهم بنشر الفسق والفجور والهروب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها وبس محتوى خادش للحياء على تطبيقات بيجو لايف وتيك توك، واللي كشف عن الكثير من المفاجآت خلال التحقيق معاها. أما العقوبة المنتظرة لكروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة، بينص قانون العقوبات بأن جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام بتصل للحبس 3 سنين وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961. وهو كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهلها له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة بيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنين وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه. وكمان بتنص المادة 15 نص قانون العقوبات من قانون الدعارة بأنه بيستعيب الحكم بالإدانة في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبيضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وده دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. قلنا هل فعلا كروان مشاكل ضحية إنجي حمادة وضحية الشهرة ولا لأ؟